عندما تلام مازول مس الخير مرحبا يسون نسوف يسون ديما غار نوبا نون تدويت نون تحوشت الودالة كانت سوالين ديما لا وانا كي غير تسعة انيض كاري هي تدويت ستبول فمس مسلاي دغف دقس الودالة مخالفة لما ذي ثمورتنا اما ذي ثمورة الجنس اطون مينوس الموسيقية اطون 105 المسلاي ذي سغف دقس الودالة مخالفة اما ذي سلغوغة انت عرفت هي رسي ارباع يفازن دفخت قشوار ثغاري المزيان تقبوشت انت فريق ديال رسي ارباع يفازن دي عند فقط شورت غير المزيين المسلي فسلغوا ثاغ النوس الغوغا ثغ نوس نودال الباسكت بول ديغ دافا خاطر شوار ثغاري المزقن مي تاع الغوغا تبدا ثغيرا ندور ثغيرا المسلي ديغا في الستاج نتاع البحث ثغ نوس الباسكت بول ان تمر سنغ ثغوغا ثغ نوس الفولي بول اما غاريا الكازن اما غار المزقن المسلي ديغ اف جي دو والمسلي ديغ ثغوغا ثغ نوس ندور سي سبعه دافا اوفوس غاري المزيان كان هي قيمه يدي تروحو ثلاث سترحب سين في جيون الناغن تمدي ثقيغ ثمينو ثيفوس نعرض أسلوين في ديراليث نلزي الودال دفق تقشوات بريزيدو لا فيديراسيون باسكت بول مس ربح بوعرفي عسلامة مرحبا بك أستاذ. شكرا على الدعوة. عسلامة مرحبا بك ريح معنا حتى نهاية الحصة ونهدروا اليوم على كرة السلة الجزائرية. إن شاء الله إن شاء الله أنا معك. يعطيك الصحة مرحبا بك. ثمينو تزلمت دين في دفخ أو علي أنت برمي فيس بريزيدون ذي فيديراليس نودن الفولي بول نتمورت الناغ ذنايف أم زوارو ذي فيديراليس نودن الفولي بول نلزير قادري يوسف عسلامة مرحبا يسي. الله يسلمك ثمينو من الدعوين. عسلامة يليش. الله يسلمك. ورثما ينس ثمول فهم يتعدي ديما يذنا وليش نوتي سندرا ذقو دال نجدو وقيد بريزيدون لاليق نغدس الوين لاليق نودال نجدو نلزي ثم نغس بس رشيد لا راس عسلامة مرحبا يسك يا رشيد عسلامة قيمة يذي ألمة تقرأ انتزويل ثاقية أكاغي هيغ مقبل أن فذوغ تدويل سنون أطن 105 تمدي ثقيغ تزولا أنا عزيغ ثاوى شورس نودال نورفز انتظي ثاوى شورس نودال أزيري أنا دال إدي فكان أجروج يلها نثمور سمناغ يفرارد ذالغوغ وذالغوغ يثمورا أنت عرفين يفرارد ذالغوغ يثمورا أنت فريقس حسين فرج الله نزار تصور أنا دال حسين فرج الله المرحوم حسين فرج الله اي موسني وظن العفو ربي اظل الذي صغيوانت يلل وقي اذا ندال المرحوم وظن يظل العفو ربي العمري 23 ايس قوسن كان يلا ضغمالون تمور سناغ ذي وهران يتدود غال زير ثم نغطي وكنا ذي هقي ايمانيس ذي الستاج التي جمعان ذي لا تركي ندال حسين فرج الله وظل العفو ربي غذي يوس انتوا إفردان لكسيدون قفريذ نيلل دي الولاية أنغيلي زان حسين فرج الله هدف كاربي صفر إيث وشولسيش إنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف سيدي المحترم على هذا والله إحنا نغتنم من الفرصة تانيك مش نقدم تعازي تاع عائلة أولا عائلة رياضية في عائلة المرحوم هذا والكدين كذلك حتى نذكر أن كرة السلة الجزائرية فقدت كذلك واحد من أعمدة اللاعبين والقدامى مسيرين هو الأستاذ خالد العمراني اللي كان مدير في الوزارة وكان معنا في كرة السلة ونقدم لهم في هذا المناسبة التعازي الخالصة ديال كل عائلة الرياضة إن شاء الله. ربي يرحمهم سي قادري يوسف. سي اسم الرئيس الفيدراليث سي اسم ندالن سنصبت الرحمة والديشيار بالصبريت وشولتيس إن إليه إن وإليه راجعون. ضغطا مغعني البلاطوي باش ديني غير الحذر 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 يبردنا يا باسكو تساوي غير تقدر رشيد زدني اونو دو لا ليغ دا جي جودو زدني في كاربي صفر لي مولان نيس هذه حسن ربي توافيس ان شاء الله نقوم نتقيس ديال الرحمه ان شاء الله خنوي ذي العنايه ون كذير دي سوالين تدوس كفردن سلاعقل كنقارن سيبوغا ايفردن اوعرن تحصص باللي
سي واش ولين نون خام نون تراجون كونت الور المحذره صغلف كلش ان لله وانا اليه راجعون اكاري هي غادي دافخ تقشوال صغاري المزيان انت ربحت جي اس بي مثلا الجزائر دي سالغو غنتعرف ديال سير باع اي فازن دي تمديت نسوسا دي لا تونيزيا اشضن السف سي عدان دوك حريش نوقفل ان تاكارا زات انت ربحت نجم الساحلي سوق مو 87 60 وسمحي كان المزيان انت ربحت بيتروليت جي اس بي استغل فين دوك حريش ويس 4 كارد فينال غا تربحت من ان العراق سوق موز 81 موز زاين 62 كاغي هي ثربح ثا بيتروليس طف امضيق ويس 4 دي ثالغوا انت عرفت كارتي ربع اي فاز نفني جمعا دي ثمرس لا تونيزي دي مدينة نسوسا امكان دغا غادي نسمحي امكان ويسين يوغال اي ثربح نقاطر ثربح نقاطر امكان ويسين يوغال اي ثربح نسيلان تمرس نالمروك اكشضان زات نتربح النجم الساحلي دي ثقرة انت الغراء ان تعرف سوق موض 72 62 لدى سمحتي كان باللي تربح تقيق نجم الساحلي غزي نتساس اديو فرار نديق اسقوس سيسم انت الغراء يشبه تقي سم انت الغراء تعرف يرسير باع ايفازن اكان مازال تيمليليين تكمل انت سير زاف ديما دي دافخ انت قشوال دي دافخ قشوال في كلتاكي غار المزيين سيدات اتقفوش تنفريق ديال سير باع ايفازن كان ايفازن دافخ انت قشوال غار المزيين تربح ثا بيتروليس ولاد نوث انت تهكينت ايمان نسنتي وكان ادي كنت دي تقفوش تنفريق ديال سير باع ايفازن انت جمعان دي ثمرس دي مدينة المابوتو دي موزمبيق الخميسة جي زثنا غارت فزو غسل وغايا جينا ثقل فوش تنتفريق زيار سير باعي فازن على مدى 4 ديسمبر كان ما بوتو نغ تموس الموزنبيق تسترحب 9 انتمورا انتفريق موزنبيق انغولا كينيا سينيغال توغو نيجيريا لو كتمور سناغي وسمحي كان سير باع سابيتروليث جي اس بي اسقوس اعدان دنتث اديو فرارين سيسم انتلغو ثغناوس وذيغت فرارين زي اوت اعدان دي سيسم انت لغوغا انت عرف دي تمورث دبي تربع ثقية ان جي اس بي مقبلة تروح الموزمبيق تخدم لستاجينوس دي تمورث لا تونيزي وذيك تخدم ثلاثة انت مليين انت همات غادي نسمحي غاها ثلاثة قبوش تقين تفريق ديار تربع ايفازن ثغاف غف سمورث نغ دقس ايسوغوسن هذا نغال أرمس ربح بوعرفي وغدي مثلية في دفخ تقشوال سنتمورس من الجزائر سيدي المحترم شفنا مشاركة جي اس بي في الألعاب في البطولة العربية للأندية الفائزة كيف تقيم مشاركة جي اس بي رجال لكرة السلة في هذه البطولة ما ننسوش بلي جي اس بي وصلوا الدور الربع النهائي وخسروا انهزموا في الدورة النهائي امام فريق نجم الساحلي. اولا احنا المشاركة تاع الفريق تاع جي اس بي في هذه الدورة هذه اولا ما نجموش نقيبوها بصفة مباشرة الان لان ما تنسوش بلي احنا في الجزائر البطولة راهي متعطلة تقريبا شهرين ونص وما كانش عندهم تحضير كل اللاعبين نظن أن المشاركة هذه أعطت لهم حظ باش يديروا منافسة وكانوا عدة فرق ما تنسوش باللي الفرق الأخرى كلها مدعمة باللاعبين شفتوا أنتم النجم الساحلي وين عنده تقريبا عنده زوج لاعبين من أمريكا لاعبين محترفين جوية يدعموا الفريق عنده مستوى رفيع جدا وكذلك الفرق الأخرى كلها كانت مدعمة الفريق الوحيد اللي ما كانش عنده أجانب هو الفريق المجمع البترولي وهذا التأخير في انطلاق البطولة هو اللي ما عطاش الفرصة للاعبين باش يعطيوا كل ما المجهودات ديالهم في اللعب ولكن نظن أن هذه فرصة لهم باش يكونوا عندهم عدة مقابلات في اللعب وراحين يشاركوا كذلك ابتداء من 24 من هذا الشهر في التصفيات تاع البطولة الإفريقية في المغرب وممكن هذا المباراة اللي جروها تقريبا 7 أو 8 مباراة ممكن تعطي لهم صورة أخرى ويشاركوا إن شاء الله بصفة جدية إن شاء الله
أيضا فريق المجمع البترولي السيدات هاي شارك 25 من هذا الشهر يعني الخامس في البطولة الكأس إفريقية، واش راكم تستناو يعني في السيدات؟ أولا نفس الشيء بالنسبة للسيدات، أنتم البطولة شايفين بلي البطولة ما انطلقتش في ظروف حسنة تاع السيدات، ولكن كنا سمحنا للفريق باش يكون فريقين ويروح يشارك في الإمارات العربية في دورة بطولة، أول بطولة عربية 3-3، معناه لعبوا تم لاعبات لعبوا في البطولة هذيك وعطاوا نتائج جدا إيجابية، المرتبة الأولى ومرتبة الثالثة من بين 16 فريق. والآن الفريق المجمع البترولي هو مدعم بلاعبات من أجانب، زوج لاعبات في البطولة الإفريقية للأندية، ماهوش نفس المستوى كما في الفرق الوطنية. الفرق الوطنية تاع السيدات يجوا لاعبات يدعموا الفريق من الخارج، ولكن هنا نظن أن المجمع البترولي ممكن تكون عنده كلمة ديالو في البطولة الإفريقية هذه في موزمبيق، اللي هو لو تأهل بدون منافسة، وإن شاء الله احنا نتمنوا باش يلحق للربع، الربع أحسن فرق الموجودة على إفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله. وسنا قبل ما نتحدثوا على البطولة الوطنية متأخرا، نتكلموا شوية على المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة الذي عاد الأسبوع الماضي في طرابلسيه بعدما غاب على حوالي سنة 2015. سيد المحترم، ما هي طموحات الاتحادية الجزائرية مع البرنامج المسطر للمنتخبات الوطنية ونحن نشاهد عودة المدرب أحمد لوباشرية وكذلك إدماج اللاعب السابق بن رمضان في عارضة التدريب؟ هو هذه مش فكرة، أولا أحمد لوباشرية معروف على الساحة الرياضية، شوفوا تصور فاطمة تصور تاع ستاج فريق الوطني المنتخب الوطني. إذن أحمد لوباشرية معروف في أوساط كرة السلة، هو كذلك تقني سامي معروف على المستوى هذا، وكان كنت أنا تكلمت معاه عندما ناقشنا الموضوع، كنا حابين باش يكون لاعب قديم كما اللاعب رمضان ممكن يدعم الفريق كمساعد ديالو، ممكن يكون شخص آخر ثالث راح يديروا طاقم هو اللي راح يهتم بالفريق الوطني. الفريق الوطني ينطلق في التحضيرات ذكور وإناث، ونظن أن المهمة مو سهلة لأن الظروف تغيرت. أولا كنا نتنافسوا على مرتبتين للتأهل في البطولة الإفريقية بين الجزائر المغرب وليبيا، والآن تونس غير مؤهلة، إذن تدخل معنا في المنافسة من أجل مباراتين. ممكن الدورة هذه راح تجري، راح يديروا تيراج سور من لافين دي موا، يديروا تيراج سور في إيجيبت، وممكن الجزائر هي راح تنظم دورة والمغرب او تونس او يعني لحد الان مازال وين ينظموا الدورات التاهيليه هذه؟ تاهيليه مازال. نعم مازال. فيما بعد عندما ان شاء الله لو تاهل الفريق فيه برنامج اخر، لان فيه تاهل لبطوله العالم. الان تغيير في الاتحاد الدولي، اصبح خمس فرق، خمس دول هي اللي تاهل في بطوله العالم 2019 في الصين. ولكن احنا كان عندنا ملتقى مع خبير من الاتحاد الدولي هذا الاسبوع، وكنا تكلمنا معاه، ما كناش راضيين بهذا التغيير اللي موجود، لان بعد البطوله الافريقيه 12 فريق راحين يوزعوهم على 6-6 ويلعبوا ذهاب واياب باش يتاهلوا لبطوله العالم، وهذا يطلب مصاريف كبيره. ونظن ان كل الدول الافريقيه راهي تعاني في المشاكل هذه، احنا ننتظر الحلول ان شاء الله من الاتحاد الدولي باش يصيب لنا صيغه اللي تناسبنا ان شاء الله. سيدي نروحوا نشوفوا برك تصريحات المدير الفني نور الدين فيلالي واحمد لوباشرية في طرابلس المنتخب الوطني. فاطمه بن جلالي انظر تصريحات ونمهال التقنيه نور الدين فيلالي لوك دوس لغمي تربح ثغ نوس احمد بوش لوباشرية للميكروفون مختار حماني. الله
الله الصيغة الجديدة، لأنه كان في بداية الموسم كان رغمت علينا باش نعوضوا بعض الفرق اللي كانت غابت على البطولة الوطنية، هما نادي الأبيار ونادي سطوالي، لكن التغيير هذا ما جابش النتيجة تاعه، رغم أن أعطينا الفرصة لهذا الفرق باش يحضروا روحهم، لكن من ناحية المستوى ظن كان فارق كبير، وهذا ما يمكنناش من نصير في الدورة هذه، رغم أن كانت هي دورة تصفيات اللي راح نكون نخرج منها في المستقبل البطولة ألف بالنسبة للإناث وبطولة باء، هذا ما ممكنش، كان ترغم علينا باش نحذفوا الفترة الأولى ونجوزوا الفترة الثانية اللي هي زوج أفواج اللي يكون فيها صعود ونزول. كان تعرفوا أن المشاكل اللي تخطط فيها الفرق بالنسبة للجانب القانوني كان خلانا ضيع الوقت هذاك، كان ما يسمح لناش باش نقوموا بالبطولة اللي كانت مسطرة من بداية سبتمبر، رغم علينا باش نشوفوا البطولة حتى من ناحية المباراة، لأنه كان مفروض أن نديروا 30 مقابلة فما فوق، الآن احنا ندوروا في 14 مقابلة زايد دورات، وهذا فيها الفترة الأولى تندار على ذهاب وإياب، والفترة الثانية راح تندار على شكل دورات، بس خلينا نربحوا الوقت ونعطيه الوقت اللازم للفريق الوطني اللي عنده أهداف في القريب إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله باش يعني في خلال الوقت القصير هذايا باش نقدر نجهز فريق للمهمة اللي تنتظرنا أمام أخوان المغاربة والتونسيين والليبيين في الدورة التأهيلية لبطولة إفريقيا، ونكون إن شاء الله في الموعد إن شاء الله. سيدي كيفاش تقيم تصريح نور الدين فيلالي؟ ولن نور الدين فيلالي ماشي خاصة الكرة السلة، هو المدير التقني تاع الاتحادية، وكذلك احنا كنا خدينا قرار باش نديروا بطولة وطنية للسيدات، قمنا بها، هذا هو من الأهداف اللي سطرناها في العهدة، ولكن في السنة الماضية كانوا عندنا تقريبا 12 فريق، صبحنا ب 11 وخممنا باش نطلعوا كل الفرق نديروا برنامج معاهم 6-6، كاين في الجزائر كلها كاين 18 او 20 فريق تاع كرة السلة سيدات، اذا فيه صعوبة باش نوجدوا لاعبات ليدعموا الفريق الوطني، درنا لهم بطولة انطلقت البطولة، ولكن شفنا ان اولا كل الأندية كانت تعاني من الجانب المالي تنقلات، كذلك ثانيا شفنا الفرق كبير كبير جدا بين الفرق في المستوى التقني، صحيح مثل مباراة جي اس بي 154 مقابل واحد رشيد 154 نقطة لواحد، يعني مستوى ماشي غير فريق هذاك، عدة فرق هما كانوا يلعبوا في المستوى جهوي، احنا ما نعرفوش مليح المستوى ديالهم، قلنا نلعبوا نشوفوهم يلعبوا ونديروا فترة أولى ومالك نديروا اختيار تاع تمن أحسن فرق، ولكن شفنا أن المستوى ضعيف جدا، قررنا باش نحبسوا البطولة ونديروا زوج مستويات، مستوى ألف ومستوى باء، حتى نعطيوا الفرصة لكل مستوى باش يكون على اهتمام. بالنسبة للذكور نفس الشيء، أنا قلت لكم في السابق أن عندنا تقريبا شهرين ونص تأخير في البطولة، وهذا ما يسمحناش باش نديروا بطولة كلاسيكية معناه تقريبا 34 أو 38 مباراة، قلصنا البطولة هذه، وين راحين الفرق راحين يلعبوا تقريبا 24-26 مباراة في الفترة هذه حتى شهر ماي، في نهاية شهر ماي. لماذا؟ لأن الفريق الوطني عنده ديزيشيونس قريبا، تقريبا في شهر فبراير ومارس راح يديروا التأهيلات، ثم بعدك فيما بعد عندنا الألعاب الإسلامية تاع الإسلامية، نظن أن ما عندناش الوقت باش نجهزوا الفريق الوطني، دخلنا هذا القرار ودرنا اجتماع مع كل الأندية، ونظن البطولة انطلقت في أحسن الظروف هذا الأسبوع،
وان شاء الله يكون شاء عندنا خير ان شاء الله في المستقبل. ولا عندك لا بريسيون بزاف رابح بواري كاين لا بريسيون عنده بزاف لا بريسيون لا فيديراسيون الباسكتبول ولا كاين صاجي ان شاء الله بصحاك ديما تخدم في كرة السلة الجزائرية ديغ المسلي في ثلغو غاثر نوس نوحريش إيفازن ندبخ نتقشولت تيني بذن تقران دو هكي دغاغ كاغ تربح نصر حسين داي قلان دي تسقمو ثان زواروس صرح بد تربح ثابرة الجيثان زار تصور انت مليليت تربح نصر حسين داي النهد لك تربح ثابرة الجيث كاغك شغن دي تقران صغموض زين 85 73 تمليليت هي قوى الحماس جلسنا ثنتر باقي يتمحيز ولن دي تزقا ان خارو باقا ديك شمن ستر باقي شمن تتسلفغي مقرن بلشك يلثر بحث ثتنا دي غف دخس انتنقضين وكان اتسالي اسويريس دي ثلغة نوحريش اي فازن ندفخ انتقشوال ثغاري المزيان سيد المحترف الولي وليك شفنا كما قلت سجلنا كرة السلة تأخرا كبيرا بالنسبة للرجال هذا الموسم السبب الأول أظن أن الكل يعرفه بلك أرتيكل 6 06 الذي مس رياضة الجماعية لكن هل هناك أسباب أخرى سيدي يمكن ذكرها؟ والله هذا الأرتيكل 6 تاع المرسوم التنفيذي اللي صدر هو ولا ما مسش كرة السلة أو كرة اليد مس كل رياضة بصفة عامة لأن احنا كنا قلنا سابقا أن هذا الارتيكل 6 راح يدير مشكلة للرياضة الجزائرية. لماذا؟ لأن منذ تقريبا 30 سنة اللاعبين أصبحوا شبه محترفين، نجم نقولوا محترفين، كل لاعبين يلعبوا على المستوى العالي أصبحوا يقبضوا رواتب ومنح، لذا مستحيل باش يخرج مرسوم ويقول لك ممنوع. إذن لاعبين كانوا داروا إضراب جماعي كل الرياضات الجماعية، قال لك ما نلعبوش إلا كرة اليد، ما ناش عارفين ولا هما راهم يخلصوا نورمال ولا ما ناش عارفين، ولكن احنا كرة السلة وكرة اليد الأندية ما حبوش ينطلقوا، لأن الرؤساء أولا كانوا مهددين لو دفعوا الرواتب ممكن يتبعوهم قضائيا، واللاعبين كانوا مسالين رواتب ديالهم تاع السنة الفارطة. إذن على هذا اللي كان تأخير عندما تغير المرسوم. الآن أنا قلنا بلي هذا المرسوم حتى لو تغير المادة السادسة ماشي هذا هو اللي راح يحل المشكل، لابد نفكروا نديروا قانون أساسي جديد لكل اللاعبين، سواء نكون دخلوا في البروفيسيوناليزم ولا سيمي بروفيسيوناليزم، سواء نشوفوا حل آخر، ولكن مستحيل باش يبقاو اللاعبين في كاين لاعبين اللي هذاك الرواتب هي اللي توكلوا العائله ديالو. حاجه باينه سيدي المحترم. نريحوا شويه كره السله، نروحوا شويه الفولي بول كره الطائره. اكان ضغ ايضا اللي نلحد تفيدراليس ودل الجزائر تمور سنه الثانيه يون العقد لك تفيدراليس ودل فرنسا تفيدراليس فرنسا ادنوغال غارين في غيني ضن قدري يوسف اسوي العقد يعني غير السنه ميضلي تفيدراليس ون دفخو علي لك تفيدراليس ندفخوا على انت مرسى ان فرنسا ما زمر غديني خيل لا يسوين ماشي يسوين طاس ايه هكايا ثمن زوث تدريمت باش كن كنا اون على بيتود نروح نخدم دي ستاج على ترونجي سانو كوتون تر 80 1100 اورو الى ثلاث سورة ذيين قبل ديجا لا سيناتور لا كونفونسيون 35 اورو مالا ابري لا سيناتور اتعاود ادرنا نضطر نسومه و السونتريين قبل نستنيان يروح لدي تي ان نق الميد تولوز يزرث ان السونتر يول من مليح مليح تصور كان وسيله 10 تمسف في النق كونسيون تاع الفيدراليتي ظليه بدا كاين وسنث يشوير نضقن سي لا فورماسيون داكور دونك الى كان فورمي لي زونترينور الى كان فورمي ويشوير ويتنين البلاسمون مام سعد ديزا ثلاث يفازن مليح مليح
نبغى أن بلاصيتا ذينا باش هذا تبعان نسعد دي جايو طلعت لت نفقايث نوانا تساوي نسعى المهم انفورماسيون باش كنت قرارة تروح تسوير دينا وتخدمي انفورماسيون دونك نند يعني يسوير ندي مقرانا ونكونتر بارتي نهني ذا غن ذا شي نهم من دايا يهميثن مالا در قصة كيما دي الحق انفدو تروح نسترينين البيتش فولينسن وعلمي البرازيل دونك تمورثي النقث ولم ممكن يثور قلاسور لي سيتيين بيرمانون يخدم قال الجيري في البيتش نوانا داسن باش الترينين ديا ماتوش هاد فرنسا سيرتينمون لي سونتر يتبنو تمورتو هكايا كامين نشطيف كامين ناتو رجلان قليعه كامين هاد مالا دجدن واش ماشود انت تسنارا طلين وتسنارا لابولون وتسنارا اكني انستفد الخبره نسن وميم طون تدريم تي تمورتيا ونتسرى باللي دي عصافي دي راليت الفرنسا المودان فوليبول ساعة فيرمي تجربة مقرن دي الفوليبول دايور ما مرش حليما نسنى هاته دي لين البوديوم دي تدون القرار الأولمبيك طوكيو زوجة لف أو عشرين وزري غير كل وي نيا نوان ثافي دي راليت ثافي دي راليت نودا نتمورت منغ مس عقبة جوجا ما فوق رويس هذه خمم هذه سول وسلغ ماي لونترينور نتمورث فرنسا راه يتخنا هذا اما يتربح ثغنوس نتمورثنا غير يتربح ثغنو ريال مزيان غاز المزيين مازالو نو في طرفين نتر نروح دابور ديجا لو 19 في لو 20 ديسمبر نسعى سيمينار هذه اللي نديق لي اس تي اس نوي يسلغ ماينين فرنسا قداش نغد فكنا شران لنا الخبره نسنا فكن تورا اكايا ومديني غاين وزري غارا ويض ريوني كي كما من سعاد دي تكنيسيان ما شاء الله ديك مرتين نغ ونجمير نصغر سيسنا نروح نخمم بالك بالك ان شاء الله خاطر نو كيني قصدي باسكو زري كون بلي تافي دير لي نودا الفولي بون تمرت نغ خمم الحاجه علي مس جوجام عقبه أمي استنيا العقد كونفنسيون كوات في ديريث فرنسا نا ساعتي مي لا ديك السن العقد بالك هاتي لا تخمام مي وكان داوين سلغمي دي تمورت من فرنسا كني دبوي ما سلغمي كان دي تمورت من طليان يزمر الحال تورا كني غيشوير نعم من زون باش ديجا نوط غروكي غنديني يعني بارسيني باب مانتونون كو ديني مجبرون ماجو بريزيدون يخدم الحاجة اللي نعني يفزن مليح مليح تسويد تسويد يسوير تسويد الفيدة ثم قرنت نسعى ثقشيش تايتو رزمة تسويد فكا غيسميس عبد الرحيم يقلن قراج دوب البيبي موني ولتمسن موني داكور اكي مازري متروح لي شامبيونا دي موند ادي ستون تلعب تيتولر تبع نتيل كليا دونك ننادي ثايتو را إلا قتروح إلا قرات قيم دايا إلا قتن فورمي إلا قتروح تروح بعيد وش نصلى شيس وتفكد مام كنيس قرن يثي داخلاني وكسر ما لاتزرنا كني برشا ديال تيلي بيس دو موتيفاسيون ونصوت ان شاء الله هاد النرا هذا الفولي بول اكن انا خاطر بداو يتسكري بشي طوح بارابور لي زاني باسي على سكوس عدا يمكن يمكن لو كان يدينا بلي تميورا تاجي موني وكيسمو عبد الرحيم ذا صح تميورا تيفاز اللي تمرتنا في بغا مستشكع ما تمورا الجلس انكي غوري لو كان خير تقيم ديك مورتيس ديال الجزائر خاطر ما تقيم داكي غير دفك ديال اطاس يتمدو كاليس تعاون دفك الزياده البلوس يتمدو كاليس يا شهر مدينة باسكو كني تورا اللي خذ زريت يا ليكيب نبدلت محسوب تبدل باسكو اون فيمينا اون دام يا ان بروبليم هذا الحق نتا سيرتان جا جنت حبسنت الفولي دونك سيت اور ما تروح باغ اكزومبل الكينيا ما تروح لوروب ما تروحت اترونتو مازال لعبت كني داي 23 24 حبسنت دونك دوي تورا ان شاء الله اشد نقرا كاين ان شاء الله لا رلافت لا ونيبو سوكسر ان شاء الله اكاغي هي غنزر تصريحات كان المس عقبه جوجام دي كونفونسيون اكستنيا ايضا لي ان لاكوز سلوين في ديراليس فرنسا تونينغ اريك دي تصريحات دويا اغدي ومد كنا توفيق ديال البلد نغل غرون Mais c'est une volonté qui est partie déjà de votre ambassadeur en France d'Algérie et de notre ministre des Sports, qu'il y ait une collaboration bilatérale qui s'instaure entre la France et l'Algérie et dont nous nous inscrivons pleinement dans cette convention et dans cette volonté de la France aussi de se rapprocher de l'Algérie. Ben nous allons partager nos connaissances avec la Fédération algérienne, permettre à des entraîneurs de venir en France, côtoyer nos entraîneurs nationaux, nos formateurs, pour acquérir des nouvelles compétences, mais compétences que nous avons aussi à acquérir en Algérie, parce que j'ai visité quelques installations et l'Algérie est vraiment aussi très au point. من جهة التكوين أيضا فرنسا أيضا عندها مراكز عندها مؤسسات
اللي إذا كان مستواهم الحالي وصل لهذا المستوى هذا يعني دليل أنه الإطارات متمكنة من أشياء كثيرة. كان زاكا ذي تصريحات جيمس قدري يوسف قوغام لك دوار في قيس إيريك يعني مسليين دغا في كونفونسيون أفني ألا دغاسي سورتو هزرنا في نيفو عطاس المستوى شو زمان قدر نوض يعني قول المس قوغام المس إيريك ولا نكديني بلك تير ديال ديني ثورث باش نرفض إشوي الفوليبول لكن إلى قديني كني زريت ما من كني تورا لا ديستانس لينغ تونس غردا يني مونبيلي الدوزيام سونتر وتبعيد راسي اونور دو فول ديجا لي مويان فينونسي ادا دروحان باسكو كني نسويت سواليم بلي غرزاتي وع الحال مليح باش تصير حتى فيدراليت يعني يفو تروفي لي مويان اديكوا اي باش نصوت قبل كان نروح نهضرك بمس لاراش لاراس رشيد لاراس البريزيدون لا ليغ نجيدون تمورث النغ ادن مسلي كران هو اللي كان في سان لوغا ثغنوا ندبخوا عليه غير مزين مع نزارتي مليين ودن وغل الغريش هكا غادي ندبخوا عليه غير مزين حري شوي سين انت لوغا ثغنوا ندبخوا عليه غير مزين يجمع سنه انت بويا نسقمو ثلاثه خمسه ثربح جي اس بي دي صراح بنا ثربح من الوفاق انتجنت اديولين اسكو سكي غير وحريش افازن انزار تصور ودن وغال غورغون احرش ويسين احرش يفازن انت لغوغا ثغنو تفازن اندفخو علي غاري المزقن يلد سلفايدة مقرني ثرفح تابيتروليث جي اس بي دي صرح فن ثرفح سين فقيت ويفاق تجنان تديولين اسقوس اقي غار وحرش يفازن بعد مشوار يلهان اسلحان اسقوس اعدن اي نيرن الولها غذي ثمليين انتدويل ثيسنث لان تدخير ثمليين انتدويل ثام زوارو ثميغة ثسقاموس ثفرارد ثمانية انتربع افازن ديو فرارد وحرش ام زوارو ذي تدويل ثي عدن اسلغ ماين سنث انتربع اقي دن أكني وثل حال غافيم يورن سن وكن أسن فكن النصيح يلهان تقوين إثني خصن وسن فكن الرأي وكن أذي سمح في السنة السلحون سقو ساكني وثل حال لذغا سيثمان تربح سن الوفاق التجناتي دن قزن سقو ساقي غاري غرف الزن مقرن أغموض الوحريش أمز واروغ ديما يلد سيثمان تربح سابيتروليثي في السلحان سيفدو غالة ما تقال أغو حريش أمز واروغ 25-21 أحريش ويسين ديما أغموض يتكميل الف إذا انتربحت ثا بيتروليثي في كفانس 25-17 أكن أولار يتكميل سوى زاليس ديما إلف إذا انتربحت ثا بيتروليث إكس الحان أحرش وثلاثة إلف إذا سن ويكفا ديما إلف إذا نسلغ مي آمينوث زردومي محمد 25-18 تمليليث ثكفا ثلاثة يحرش أغار ولش ديما إلف إذا انتربحت ثا بيتروليث Jnent est bonne, Aïn Mlila est bonne, l'étoile de City, ils se sont renforcés, ils sont bons. Béjaïa aussi, il faut pas se leurrer pour de... parce qu'en début de saison, chacun joue un petit peu ses cartes en changeant pas mal de structures dans son jeu. C'est une équipe qui vient. Aujourd'hui, c'est vrai, notre force, on ne l'a pas développée. Notre force, c'est le service. Nous avons manqué un peu de... Et puis, c'est pas notre objectif de battre le GSP. ثلاثة غير ولا شي الفايدة تربحت من جي اس بي زاف تربحت من الوفاق انتاج نانت ثمن اللي نظن نسقمو ثاثيس تاع تيني دي لاند كدورا يما كورا يا غير مزيان لانسي بي نوف كايث صرح فند تربحت ولاد عدوان ديغ الولاية نصطيف ولاد نسث وليد ديغ اسكو ساكيغ ارو حريش ام زواروغ ثمن اللي ديغ صفاغ ثلاثة يا حريشن غير ولا شي الفايدة تربحت الناصرية نوف كايث مدا كلنا غرافيق تو دافت يحضر دقم كان يغاند تصوراكي الفايدة تربويا اعتسنات ندبخو علي ثرزات ثربعت الجيل بلدية ثروان عدوان سيسطيف ار ثربعت ناصرية بجاية يوث التمليت يسعان ازال ايال ثربعت توكشين نفوذ اثقران ومشوار تلغوغا احريشة من زون يلاد اثموسي مفورار تربويا امين وميوسان انترا اقبل ويلاد سواطاس نالحارس اندان يدلان تكثر من 10 عيد ماض ومعذب لتنقيضين تقرا ثربعت الناصرية بجاية أطفن أفريد قسويان وفكان أحريش الفيدان 25-21 أحريش ويسين عرضني ميورارن تروان عدوان أدو غالان قرار سيسويان ذيني غزنديلان لمعنى أسوير ميورارن ناصرية سوس قساحان سوفيان بويوسف وكذوسي واضي قرزن ياسين علمي أجانتن
أفسد أحرش جيدا غاني الفيدان سانس 25-17 أحرش بثلاثة ويني ديلاني سهلا أعطاسي تربع الأنسيب ورارن اللو كان القبطان بيوسف سواتاس للراحة وظفران تيوناتين ذن فرطة تربع تنتروام عدوان ويفوق أحرش إنو ثنية ثلاثة أحرش ناقص الكمال أرولاش دويني قيمن سي ان جوست ميتي تارتيكولاسيون بارابور باسكو الوقت وكيثورا نسنقش كران لي رونكونت مي اكي نوجد نتفكر الشامبيون باسكو لي ندي كوميم الفوليوم ديال لا كومبيتيسيون يولي مليح دونك ديني نحوف نكني باسكو يلاق الفوليوم ديال كومبيتيسيون ومن بعداش كاسي افيك لو روتار كي سي باسيت على 1000 كلي كاسكي دونك اوني توبليجي نعاود نغرد اي الكوليج ايزون في انوتر انوت اون ارتيكولاسيون ديال سيستم باسكو كاين السيستم تعلمهم سي لا جي في سي في سا بروفين افيك كونسلطاسيون دي كوليج ومن بعد البيرو اي لونتيرين لا ديسيجن دونك ديني اي ريجان نعنس الارتيكولاسيون شويه نكسكر لي تورنوا نرنانس نكرا نوسين ثلاثه وكني باسكو كني غير شويه نسرم المواد مي نحبس باش بور بيرميت ان جي لي بريبار لي زيكيب ناسيونال ات بريبار انت لي شونس دي سدو مي اكاين أثن تفاغ ضنقران ضنقران أتنستعفو ذي الفوليبول جيدو ذي كالتاقين ذي قدل جيدو غي تحملم طاسة طاسة دنيني باللي تزقان بيرتو تا ديما تصنشط ديما تسدوكو لد دقس تربويا تاميوين ان تمورت ناغ يمخالف انزار تصور اغده قوم دا كل ناغ رفيقتو دفت ادنو غال غوروين تلغو غاثر نوثي صنف الماسي ودل نجي دون ثفرارد ذاك ستربع تعسكري في ديسفقنن وذا ميقرزن وحوصد أرز أمنزو على حساب تربويع أي أني يلاد ثلاثة نشيعات براغ أسنات نشيعات الفطاي والبرونز كانت لابس مستوى لابس بي وكانت هذه تم تحضير البطولة الجزائر أكابير إن شاء الله كنت محضر من قبل وتم مني بدأت لسيزون ديرها أوبجيكتيف أرث ندالين ودلران وطاسن الحرس ميغافن تطاس تي ذي جهدا أنا نظن هذا راجع لسبب واحد أنه الفرق نقص شوية العمل في القاعدة أربعة ثم ببحسن تصواضي تلغو غاية قيمة حوصنا ثنشي عث ندهب ذي الميزان نداو 42 لكيلو وكذ نداو 57 لكيلو جرام كان نبيا والحمد لله غارديت لو تيتغ ديالي هادشي يعاود يولي كاع للخدمه وان شاء الله نزيد ناكد على كل ثنا الدال السعيدي خديجه سي تربعت نرامه في الصواد انت الدغن دفق السلفيده دي تمليلي تي تجبعن وكتنا الدال تربعت تابيترولي السوازال دي الميزان نداو 63 لكيلوغرام شويه صعيبه بون كانت عندي بليسور صافي 4 مو ما اونطرينيتش ريبرونيت الحمد لله وفضل لي زونترينور تاعي وتعبنا تحصلت على المرتبه الاولى تلغوغا ثغناو ثقيون جيدو التين يسعى نطس القيمه عند دايم يقرن يوكي ندلن سندلين يوهقي التلغوغا نصن في مقارنه نرديلين دي شهر ما يدي تدون أكاغي هير سلوغا يجي تغنوص لاليق للزيارة ثمان نغث إيتي ديه قان فقروي مس رشيد لارسيق لانكاغي ذي عثام دي تغير ذي البلاتوك ستوديو ويسبع الزيارة تلفزيون الزيارة أغنو مس رشيد لارس ولا الفيتيارة يجير سلوغا تغنوص ديما ثفي لاليق للزيارة تهجد يعني تمزيز ليين متيجي عندي تسن كل مي غرفز المقرانين أمشي أخفقي مض يعني سلوغا يجي ألدغاد يغنتيش أسلا الفكرة نفسي كثير مثلا ما ينوس دي جيدو أعطيكم صحة لا لقدا جيدو شاكاني كل سبقاس
نكوني تقول لي على حسب اشوي الهند كاسكونا كوم سوجي اسكو ساكي نبدا زيك لي بريباراسيون لا ليغ دالجي على انسيتي لي كلوب دو بارتيسيبي ا دي ريغروبمون شاك لا ليغ دالجي لا اكزاكتومون تورا 123 كلوب هي 23 لي اسوسياسيون الوغ شاك سيمين كيسكو جو في تاوير دو لي كاتيجوري مينيم كادي جونيور سينيور. J'organise des stages de préparation en commun. Par rapport à l'Europe, chaque semaine, c'est des tournois. Chaque semaine, ils ont des tournois. Le judo, c'est quoi? C'est d'avoir de plus, emmagasiner plus de compétitions, plus de combats. C'est pour confronter les adversaires. Nous connaissons ça, une seule compétition. N'importe quelle catégorie de poids, tu as les minimes, les cadets, les juniors, les seniors, une seule compétition. Tu as une seule compétition par année. Et le championnat national, c'est peu. C'est peu. Comment veux-tu avoir une sélection nationale? Comment tu prépares? Il a des tournois, des préparations. Alors, qu'est-ce que je fais au niveau de la Ligue d'Alger? Avec l'aide des associations, ils se répondent à chaque fois quand je leur fais appel. C'est dans leur bien à la Kulehan. Je les regroupe à chaque fois. Je les regroupe pour évaluer le niveau. En même temps, c'est à la sélection régionale d'Alger. On est en train d'aider la sélection régionale d'Alger. Tu prends 90% de la sélection nationale, ils sont d'Alger. Alors on est obligé de les aider, de leur créer des tournois, des... سمحي كان ماستر رشيد لاراس كتشي ذاكي ذا الواي بريزيدون لا ليغ الجزائر ثم ناخذ دي جيدو كتشي ما تهكا في مزيزلين يشبان كافي كافي كي تخدم دي بيرتوتا اسكو يكون وي يعني الجزائر ثم ناخذ يعني تسوي حالة إلى دال ثم فالمس ناخذ تعرض من دال تمورا نظام الولاية النظام ترم ديني هذه الحاجة خاطر كيني على شاك فوا كونت جو اورغانيز كيلك شوز جو لو مي سور لو سيت تالاخذ دي سيت لا ليغ دالجي الوغ جانفيت les associations de la Ligue d'Alger. Il y a des associations ailleurs, d'autres wilayas. Au contraire, ça va faire une concurrence, ça va faire... Si on prend les athlètes, un athlète, quand il s'entraîne dans son club, il a toujours les mêmes partenaires. Au niveau de la salle. Mais il faut qu'ils changent. Entre eux, ils se connaissent. Et ce qu'on a, c'est qu'on a les défauts de l'autre. Mais quand il y a une masse différente... à notre époque, au niveau de la sélection nationale, on était 5 à 6 athlètes, ils se valent. On avait le même niveau. Mais actuellement, l'athlète de l'équipe nationale, il y a un grand écart par rapport au deuxième. Si vous avez remarqué, ça fait depuis... presque 5 ans, 6 ans, on a toujours les mêmes athlètes au niveau de l'équipe nationale, dans les catégories de poids. Alors, il faut essayer de chercher la relève. C'est notre objectif. عندنا صح يعني زيكني انا ليبوك نار ليبوك ريزوار نكني ليبوك ني دي رحنا يعني زلاتنا زيكني يافي نيفو ميو ك ميتنون خاطر ترا زيكني تولد دي ليكيب ناسيونال شاك كاتيجوري دو بوا 5 à 6 اتليت اي سوفال اي تو اون فيزي دي ستاج بلوكي اون فيزي دي تورا سان لي مويان مي او نيفو دي سال travaille pas.
احنا دنينا يعني عيني لا سور تيرا انا قران سكد فاير يعني خاطر وكان نكمل كاكي دي سي 2 ans 3 ans 4 ans خاطر لا جينيراسيون قلت لها صراحه دي سي 3 ans 4 ans سارا اون رول داف افيغان سكيل اف لي جوز اولمبيك 2020 الا قران سكد في منا خاطر زمرات زمرة دارا تو ما ضيتش صور بال سيدي تاعك الا ما تخص غطاس الخدمه خاصة الخدمة جستمون لا ليغ نون الا خطاس خاطر ما نكمل كاكيون مسكين ديال في مالنا لا ليغ نون هاد الساعه ماهيل بالدم اهيل لا ليغ يعني البرنامج اهيل لا ليغ للجزائر شو تسقيم يعني سقوسقي دي جيدو هاد الحاجه فجضيت الحاجه مخالفن في سقوسني عدان Toujours, toujours, on connaît la Ligue d'Agile du Judo, on essaie d'avancer, d'avancer. On essaie de, toujours de d'organiser, essayer de. Yani, on essaie d'aller vers l'avant. Khatar, quand on se poussera, les gens à participer, à organiser des. Même, est-ce que vous savez, en niveau d'Agile, je vais leur organiser les interclubs. Interclub, moi je fais le sport collectif, je vais faire la ligue, le retour, les clubs, voilà, ils vont organiser eux-mêmes le tournoi, les clubs, c'est le club à Royaume, les meilleurs clubs, surtout première division, je vais faire un championnat interne à la ligue pour perfectionner, développer cette discipline. On a peu de compétitions. On n'est pas en train de faire trop de compétitions. En tout cas, l'exemple, des Français, chaque semaine, il y a un tournoi. Chaque semaine, il y a un tournoi. Si tu as les moyens, tu peux participer. Si tu n'as pas assez de moyens, tu peux faire participer 2 athlètes sur 10, non, sur 15. Il y a toujours du travail. Il y a toujours de la compétition. Mais nous, c'est ça, la guerre, maintenant. C'est ça. Même actuellement, des associations n'ont pas de moyens. Des fois, au national, c'est la Ligue qui les prend en charge. فين واقيان إذا غورك حزان مرة أقصد يقولي وين نودل يمخلفن نتمرس نقعد نغلا رغور ونرودل نالفولي بول في كل فجية غارت المزجين أمد كل نغرافق تودفت يرزا غار ثمذنت نفجيس عندان غردي ويتصور نتبليت ندربي نفجيس دي جبعان غير سرفع سلاس دبل في نفجيس سرفع الناصير يعيش ضن يتجرا صوغ مثلثة غالي ون أنزل تصور نرافق تودفت نغلا غور الدربين نفقيه في الدفاخو اللي غار ثلاوين يلاد يرتي جارتين ناصرية بيجايا وكذ الجمعية نفقيه الناصرية سلامة جبرت وشضان تمليلي في عدان زد تربعت نلواب ميلان الجمعية سلام أدجفار ودقرز أسقع ذي نس ذي تلغوغا وكذو فرون يغورن التربعت لبعدان أرواحا تميوراري أحريشة منزوغ يلاد صدقس الجهدان ثلاوين للناصرية ذي تزورا لمعنى الفرطة في امتبعان لبعدان ارتريليث دوس قساح يجاثين وقاوين انسنت اد سعدلنت وضطفان تفريذ اسويان وصوضان ثلاث الجمعية اذ سولين تحريشة من زون الفايدان سنت 25 ار 16 تنقضين احريش ويسين في ميورارين تربع ثلايس دبلو في بيش من تد سوس تهزين وغاس مفذان تحريشين وثنتين وصوضان تالفرق نربع تنقضين لمعنى ثربع الانسي بيثو غالد وثنقصد الفرق اريو تتنقيت كان وقفل دوغالن ثلاث النبيل تنون سوس فايدين نلخدمة يقرزن ياسمين عبد الرحيم رسق ساحة وكتم دوكاليس صوضان تدحوصن تحريش داغانس 25 ار 21 أحريش ويسلثان ثغالد ناصريان سوس حرس النورير ذي الجهد أكني ولم الحال وحوصن تد عطست نقضين ذو قرست منطهين ذو سيواض يلهان وصوضن سوينين أذغ سفنت لعمر التمليليث إيمين زند يغالو حريش 25-14 أحريش ويس ربعا ذا حريش اللقرار يلاد تسنانت الناصريان تعرضت سعد القحريشان وتفغى أتسيواض تمليليث الطيبرك سيل جيهان نظام في ميورارين الجمعية نفقية فغان تدسولين تيم ليليت قحري شاقين
طغى يلد أورار ثنقيت ثنقيت أرثقال سنداني صوضان ترفيقين ياسمين عبد الرحيم أذرن القرار الفيدان سنة 25-22 تنقضين ثيم ليلي ثد استفرز ثلاثة إحريشان أريوان. كيف نخت نعاود كاريمو 100% زعما راك دي نغلا ماجوريتي دي جواز نبيردي ستة لي جواز ديبيوت سيزون عرضيه با ايفيدون يعني لي رومبلاسي ولا بيردو لي مير جوازنا الحمد لله سي يعني سينسيرمون لا بري الحمد لله سا مارشي سي في لنا الكوتي كوتي ريزولتا سا مارشي حريش مزوره انا انا با كرو نشم لا بيرو فونت ومن بعد بون سرحان انا كرو الناس فات اتونسيون سات مازال فوكره الماتش مازال فوكره اون بو تيرمينا نوت فافور نفرح نفرح مليح سورتو في الماتش ديال ديربي لان سي بي يا سول في بي ان شاء الله لي بروشان ماتش و غريتور دان اسيم لي لي سنيدون ديما تقدر نيما غورا يا وي يقتدوم داك لنا غرافيق تو داف تيني دي جمعين ديال سيرفع سلام بي بي ميال سيرفع سنجمه تشلف يشدن سوقمو ثلاثه غاري ون نزلت صور دنو غروان التمليليت ستان تنقضين يوظافار وسقعد بمكان ويسين يارث أربعث مشعل نفقيث وكذيثري نشلف أحريشة من زوي لات سمقرة في ترميذ وسوير دوغ موض ويلحا ثنقيت ستنقيت ترتقرس يمين يفاغي الفيدة نشلف 26-24 تنقضين أحريش ويسين ديما يفدا دي الفيدة نشلف سلجه دوه الدين دو مكان دو سبدين 18 وصوضان تدغزم تنفرق لمعنى ثلاث الام بي بي وغال انتد سمغاولة وسنقس انتد اقموض اريوة في التنقيت كان دي تنقيت في 12 السيني رولان توربح ان تحريش 25-19 احريش ويسلتا في مليت تغالد اروان داغي دلا ونوذان ثلاوين الام بي بي اكا ادس بقنند اذن يلهان بغادي نيغزن ديلان تقرا يغال ديما احريش اث بجولين 25-23 تنقضين أحريش بسربعي اللاد يغلق في يكثيني وين في الورارين نيكري مشلف عرضون تأسعد البحريش في ذا المشعل داغان فغان تأذخل من تقرار ذو سولين التمليليت أذغا عفيني دي لا أحريش سلحارس مشي ذكرا ويفوق أحريش الفيدا تم يورارين للمشعل بلدية بيجايا 25 تنقضين 17 وثيم ليليت فوق سلطة إحريشان أريوان نتحوج لي 3 بوين باش ننقل دوزيام بلاص باش كنا نكمل الشامبيونان غانسيون فاتيسبوتي لا بروميير بلاص ان شاء الله و يعني شفي لي سيت مي جوز باسكو لعبت بيان شلف اوساند بريبارين الماتش منيح منيح زعما قدينا ريكوبيرين لي جوز لي جوز نسنت وني كنا نعلم بلي كي لا كنستافد لا ديفات لان سي بي كونتر كونتر لايزول في بي و تايد لوكازيون ناين كنا اون كاد فيكتوار باش انا لي سور بوديوم وانا سور ديفينيتيفمون لا دوزيام بلاص كاين شي تعليمات اللي ما خدموش بها وضيعنا في سيرتو في الشوط الثاني والثالث وين ضيعنا الإرسالات حوالي في الشوط الثاني ضيعنا 5 إرسالات أو 6 والاستقبال الكرة كان متذبذب على هذيك الشوط الثاني والثالث الدواهنا سال ميرسوم داك لنا غرافيق تو دفتر دي حوشنا كول فولي بول دي مدينه ما غوريا ما الذي دابا فوس الهاند بول الدور 37 جمعت السينيغال فاز المقرون تربح سادي برج الكيفان كان تربح سابيتروليتي دي صراح فن تربح نسكي كدا المزقن نسكي كدا كفان تيم اللي الفرق 7 نت نقضين الفيدان تربح سن جي اس بي انزل تصور ادنو غالغورون الخسارة تربح سابيتروليت الدور سي عدان زيت تربح سنتي دوك لا نورك لا تساكو ثني الدور سي كي تي 7 زيت تربح مقرون ودا غرفاز لي دابا خوف وسبغا دوك سي تسير تنقضين مازال ثن اش كنتظن غير ثمن تربح سابيتروليت قوم ضيق ام زوال 10 تنقضين كاري هي تربح سابيتروليت الحار في ملي نتاك لي وثال حال اغموضي بعز 17 13 ديما غير الفايده تربح سابيتروليت يتسنادي ديما ايوا كاين التسالي غسي نقضين وتبعز سواطاس غافيسكي كديين كاسن اميش انا تسقرفن اغموض شو كان يمدو كان لو منطيه بركوس غلقن في الناسن في بولاغي وكني وتعدينا راه الصوات صغارو شفاك نواسس عبد الله بن منيرك حرفن عفوا شفاك يصدق سنتي كلت او يجدي ما اغموض الفايدن سنس الفرق 7 نت القضين غف في كيف 32 25 زاد تربح سنين المزقن نسكي كان شويه تعب في المباراه بين عن اللاعبين تاعنا
اللي تعرف كنا نلعبوا ضد فريق قوي كان عنده خبرة كعرف كيف يسير المباراة تاعه، وين احنا كنا قادرين في الشوط الثاني ورجعنا في المباراة تقريبا فارق هدف، وين ضيعنا كرات يعني سهلة، عطينا لهم كرات سهلة. الحمد لله نشكر اللاعبين على الأداء هذا، وكانت عندنا امبريسيون خاطر لا سيمان باسي خصمنا في ورقلة، كان عندنا ضغط كبير ولازم علينا نفوزوا باش نقعدوا في المركز الاول بفارق نقطتين على الملاحق تاعنا هو المباشر سكيكدا. والحمد لله درنا تعليمات المدرب واللاعبين كانوا كاع حابين يفوزوا. الوقت الثاني جاي حرصا غيد سيدي، الوقت يداهمنا دقيقة برك، على حبيت أغتنم الفرصة على قاعة خروبة اللي ما زالها تعاني من مشاكل، وخاصة الطابلو تاعها مازال ما يمشي. هي مش ماشي غير قاعة خروبة، قاعة خروبة هو لو طابلو هذاك عندنا سنتين عاملينه وما يمشيش. كاين بعض القاعات كذلك لو تراساج ني با في، هذه ما ماشي تبع للفريق، الفريق مش مالك تاع القاعة. هنا وزارة الشباب والرياضة ولا دي جي اس هما اللي لازمهم ياخذوا لي ديسبوزيسيون باش يهتموا بهذه القاعات. ان شاء الله يعطيك الصحه. ميرسي بوكو الاستاذ مس ربح بواريفي بريزيدون لا فيديراسيون غودال ندفخ تقشولت، ان شاء الله تولي مره اخرى عندنا سيدي المحترم. ان شاء الله ان شاء الله احنا موجودين دائما. يعطيك الصحة. وثاني رسم قرحتي قدري يوسف كاردي زورني تيكل تمزورت ماشي تمزورت، ان شاء الله هادو غلطي تيكل النظام اوليك انت قالا ما كدا بركون دي. نعطيكم الصحة بدا عرضنا طويل تايا ان شاء الله تمن سالم تمني ان شاء الله تبعوا علي غدبخوا علي غادي يغلك ان شاء الله ديما دي تعلي دي تمرنا هكا. رشيد لا راس وليت انت قال تنمير تم قراحات عسلامة ان شاء الله تيكل في نظل دوغل دغورنا. يعطيكم الصحة جو تو غوميرسي بو لانفيتاسيون هاكي انو كيس قال كي فابخا اويت نقول فيك رشيد التنمير تم قرات مس رشيد لاراس هذا سميتي مس الوادي لا ليغ الجزائر غودال جيدو برومي فيس بريزيدون غودال الفولي بول دي في مورثنا رشيد قادري يوسف بريزيدون لا فيديراسيون غودال الباسكت بول رابح بوعريفي كاع تعرفوه رابح. ميرسي ان شاء الله تولي مره اخرى وكل وياد خمن ون تنمير تم قرات امير صفر ما تمدي تقيت السوثا ثوره الفيسبوك كانت ولاد زات متحاوشت نودل تنمير تم قرات تمسو فخصناغ المخ خريجة واسيلة عشور برافو ذيغ لكتر في اختيس فاطمة بن جيلة ليغ المشرف فانت دويت الون فريد بوسحية اقاذي لانك ستوديو ويسبع كل يون سي سميث ثانمير ثامقرا حانت جاكن إلهنا ذا الخير إذ أم قاس تساعد دورتي ديس دون ما يبغى وحني ثانمير ثامقرا.